السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، الحلقه الماضيه استضافينا الاستاذ ياسر القريشي ومدير بلديات بغداد، ودار الحديث عن اهميه هذه الدائره وتنوع هذه الدائره وكثره المديريات اللي تحت قائمه مديريات بلديات بغداد. طبعا هذه المديريه اللي هي تابعة إلى محافظة بغداد. يعني بعض الإخوان يمكن في المحافظات يمكن يسألون يقولون ليش ما سوين حلقات عن المحافظات؟ إحنا بالتالي أكو جهات متعاونة وأكو جهات غير متعاونة. دائما ما نصطدم في هذا البرنامج، ونتوقع في أغلب البرامج وأغلب الفضائيات، وعدم تعاون المسؤول. وهذا بخطين، الخط الأول إما أن يكون هو الخوف في داخل هذا المسؤول أن تكشف بعض الملفات، بعض التلكؤات عند المسؤول، والخط الثاني يقول هو بأنه هم قليلي التعاون، أو رئاسة الوزراء أو الأعلى من عنده رافض أن تكون هناك تغطيات لأعمالهم. علما أن تواصلت مع بعض الأخوة في مكتب رئيس الوزراء، خاصة مكتب الإعلام، يقول لا، خاصة في التواصل الحكومي، قال احنا مطين صلاحية لكل الوزارات ان تتعاون مع الاعلام، خاصة قنوات اللي بين هلالين تسمى وطنية، وان شاء الله احنا ننتمي لها اكيد، وهذا شرف ان ننتمي الى هكذا قنوات. لكن هذا حديث ما شفنا على الواقع بصراحة. اغلب الوزارات هي غير متعاونة، خاصة وزارة المالية ووزارة الدفاع. شكرا لوزارة الداخلية متعاونة بشكل كبير، خاصة في الجنسية والجوازات وباقي المديرات، حتى في صندوق شهداء الشرطة ايضا كان هناك تعاون، ايضا في دائرة الموارد البشرية اكو هناك تعاون كبير. لكن الدفاع اصلا ماكو هناك تعاون. وزارة المالية اللي قاعد تمنع دائرة التقاعد ان تسوي لنا حلقات الا بامر الوزيرة، والوزيرة كتابنا وكتابكم، وهكذا. هذه معاناة حقيقية نحن في كوسائل إعلام دائما ما تكون عقبة، ولكن نشاهد بعض الفضائيات اللي هي تسيء لسمعة الحكومة ما بعد 2003، وأداء أجندة خاصة. دائما نشوف يتسارعون المسؤولين للحضور في هكذا فضائيات. على قولتهن مرقتنا على زياقنا، يتحملون هاي الفضائيات، لكن باقي الفضائيات اللي تسيء لازم يحترموها. وللأسف هذه المعادلة اللي لازم أن نطرحها لكم اليوم مشاهدينا، حتى تكونون على بينة. نعود لمحور حلقتنا لهذا اليوم. كان قبل بداية البرنامج طرحت كان لقائنا مع أستاذ ياسر القريشي، جزاه الله خير، رجل جدا متعاون، فكان أصبح بروتوكول التعاون معه أن نلقي الضوء على مجموعة من مديريات البلدية في أقضية ونواحي بغداد. فمباشرة جهز لنا ضيف عزيز علينا، هو الأستاذ المهندس مصطفى حسين الشمري، مدير بلدية قضاء أبو غريب، حسب ما يقال لك احنا متعودين أبو غريب. حياكم الله أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا لكم. أهلا وسهلا بك. عفوا. الله يحفظك. أعتقد هو هذا اللقاء الثاني بالشهر التاسع، التقينا نعم. بعام 2023، وعدتنا من هناك عمل ومشاريع، وهناك قلنا على الورق اكو مشروع اسمه مجاري، صح، ابو غريب. فاكيد عندنا مجموعه اسئله، واتمنى تكون اجابه عليها، ان الناس تنتظر هكذا برامج تعرف وين الخدمات اللي تقدم في المناطق، خاصه في منطقه ابو غريب واطراف بغداد. دائما ما يقال عنها مهملة بصراحة، إن كان الحكومات المتعاقبة بسبب داعش وما مر به العراق خلال السنوات الماضية، حول الموازنة من موازنة الخدمات واستثمارية حول إلى تشغيلية وشراء الأعتداء والأسلحة وهكذا. اليوم
اريد نعرف حدودكم وين استاذ مصطفى، خدماتكم وين تقدموها؟ يا مناطق في ابو غريب او الحدود مع بلديات اخرى. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا نكون برنامجكم الواضح والصريح دائما، الله يحفظ، واللي دائما قريب من المواطن. احنا قضاء ابو غريب قضاء كبير طبعا، قضاء يقع غرب العاصمه بغداد وهو البوابه الى المنطقه الغربيه مثل ما يقال عليه. حدود قضاء ابو غريب، قضاء ابو غريب بمساحه 28 كيلومتر مربع. قضاء كبير مترامي الاطراف، ينقسم الى قسم الى مركز قضاء وثلاث نواحي وبلديه اخرى للقضاء. كمركز قضاء هو مركز قضاء ابو غريب بلديه ابو غريب، وعندنا قضاء من ضمن قضاء ابو غريب عندنا بلديه النصر والسلام بلديه اخرى لكن من ضمن قضاء ابو غريب. وعندنا نواحي اثنين اللي هي ناحيه عقرقوف وناحيه بوابه السلام. يوصل عقرقوف هذه؟ عقرقوف عقرقوف نعم تابع من ضمن مديريه بلديه ابو غريب، بها قسم بلدي تابع الى مديريه بلديه ابو غريب، يدار من قبل بلديه ابو غريب. والعمل المستمر به الحمد لله والشكر. وعندنا بوابه السلام ناحيه تابعه الى قضاء النصر، الى قضاء ابو غريب ناحيه النصر والسلام. ناحيه اخرى. كم عدد النسمات؟ طبعا مركز تقديري، تقديري مركز قضاء ابو غريب يقارب اكثر من 600,000 نسمه. 600,000 نسمه. طبعا قضاء ابو غريب مثل ما قلت لك قضاء كبير، حدوده تبدا من كليه الزراعه على الطريق القديم لبغداد فلوجه. يصل الى جسر ابو منيصيره نسميه. هذا الجسر اللي هو حدود قضاء ابو غريب. هذا من جهه القديم. من جهة السريع يبدأ من البنى التحتية سيطرة التحدي وما بعدها من جسر الزيتون إلى جسر أبو منيصير. نعم. واقع محصور بين جنوبا من شارع أبو غريب القديم، شارع أبو غريب فلوجة، وشمالا من شارع السريع اللي يربط المنصور بقضاء أبو غريب قضاء الفلوجة اللي هو السريع، اللي هو السريع من اللي هو بالتقاطع وتدخل على تقاطع اللقاء وتدخل قبل باتجاه أبو غريب. يعني هاي حدودكم من جسر، حدودنا من جسر من الزيتون، من جسر الزيتون، الزيتون اللي هو صاير حدود ابو غريب بعد الغزاليه، بعد منطقه البكريه راح نلقى منطقه الدهله، ومن بعد الدهله يجي جسر الزيتون. جسر الزيتون وحدود قضاء ابو غريب من جهه السريع اللي هو يدخل على المقبره وعلى احسن يدخل على عقرقوف ويدخل قبل على خان ضاري والى بلديه النصر والسلام ويمتد الى الفلوجه. هذا طريق سهل. يعني انا اشوف اكو مساحه كبيره عندكم. نعم. طبعا الاراضي اللي موجوده مثل ما تعرف قضاء ابو غريب كان من الاقضيه الزراعيه اللي هو سله بغداد الزراعيه. فاراضي زراعيه كثيره بهاي الاراضي مشموله من ضمن الاصلاح الزراعي وبها عقود زراعيه بالاضافه الى هي مملوكه للدوله. مملوكه للدوله بها عقود زراعيه الى مواطنين حقوق تصرف ومواطنين عقود زراعيه عقد 17 وعقد 35. مثل ما تعرف هاي المساحات الشاسعة الواسعة يعني الناس مستغلتها بالزرع، مستغلتها يعني اكو مزارع عندنا بطاطا ومزارع يعني اكو شغل يعني ما تحولت سكنية مثل باقي. لا احنا بصراحة عندنا مشاريع استثمارية طبعا مثل ما قلت لك بالحلقة السابقة كان عندنا مشروع استثماريين اللي هو اراضي كانت تابعة للبلدية لكن استعمالها بالتصميم الاساسي. احنا نشتغل على تطبيق مفردات التصميم الاساسي. التصميم الاساسي كل منطقة واستعمالها حسب ما مقرر لها بالتصميم الاساسي. فالمناطق اللي سكن استغلتها الدولة انه صارت مشاريع استثمارية سكنية واللي هي تم انشائها ووصلت الى مراحل متقدمة تقريبا 95% الى 80% اللي هي مجمع نجمة بغداد ومجمع الزيتون السكني. جيد يعني خوش طفره يعني مجمع صحيح. نعم مجمع نجمه بغداد بمساحه 250 دولم يضم 956 وحده سكنيه. طبعا تعرف هاي الوحدات السكنيه من بنت شغلت اعداد موظفين اعداد عمال هذا كله من قضاء بيع مباشر راح يكون بيع مباشر عندهم عند المستثمر. احنا البلديه يعني دورها انه هي مالكه الارض هيئه الاستثمار. نعم. بالاضافه الى عندك مجمع الزيتون السكني، هذا مجمع الزيتون عباره عن 1800 وحده سكنيه ان شاء الله. يعني تعرف انت ايش قد وصلت للسته؟ وصلت للسته تقريبا 80%. ممتاز. بقت شغلات الفلل عندهم فشيء. ومثل ما وعدتك عندنا مشاريع استثماريه جديده اللي هي مشروعين عندنا عشق بغداد
جيد راح نشرحها بالتفصيل. نعم نعم. يعني هسه الناس شو تقول لك استاذ مصطفى؟ يقول لك هسه سووا استثماريه وراح تصير الشقه هماتين ب 400 مليون وب 300 مليون. احنا ما احنا الناس الفقراء ما راح نقعد بيها. هذا اللي مثلا برلماني، هذا بالوزاره بدرجه معينه، هذا اللي عنده بيته وبايعه وكذا، اكو ناس فلح هم يعني اغلبيتهم. انت تقول منطقه الزراعيه، يقول لك انا ما عندي هاي الامكانيه اجيب اشتري الشقه ب 400 مليون. بس كل مواطن يعني انا اللي اعرف بهالكلية الدولة، كل مواطن له حق قطعه ارض. نعم. يمتلكها. نعم. مره واحده. نعم صح. مع العلم المسؤولين صار هواي قطع، ولو انت مسؤول هواي ياخذوا قطع اراضي، لكن على العموم نقول المواطن البسيط. نعم. المواطن البسيط يقول لك انا من حقي ان اخذ في منطقتي اللي ولدت بيها اخذ قطعه ارض سكنيه. اكو هناك قطع اراض سكنيه لو عندكم مشكله بالتوزيع؟ احنا مو عندنا مشكله، احنا عندنا قطعه ارض يعني من خطه البلديه، اي بلديه كاطراف بغداد كبلديات بغداد من خطتنا انه نهيئ قطع اراضي وتفرز هذه قطع اراضي توزع على الشرائح المستحقه. جيد. مثل ما تعرف انا الشرائح المستحقه كل مواطن عراقي يملك الجنسيه العراقيه، مسقط راس بغداد من حقه انه يستلم قطعه زراعيه يتملك في بغداد، في مسقط راسه سواء بغداد او غير بكار. تمام. احنا مثل ما تعرف في بلديتنا، بلديه ابو غريب، الطلب عليها صار كلش هواي. تقريبا عندنا اكثر من 180 الف معامله من اهل ابو غريب لو خارج من كل، من قلت لك انا قبل شوي سولفتك انه كل عراقي له حق يقدم. صح. العسكري، الشهيد، المعوق، ذو الاحتياجات، الارامل، يعني كل فئات الشعب، العاطلين عن العمل، الشهداء، السجناء السياسيين، فمن كل العراق هم مقدمين عندنا على قطع اراضي. احنا عندنا قطعه ارض مفرزه بصراحه اللي هي منطقه حميد شعبان المرسلات. هذه القطعه كم دونم؟ 680 دونم. افرزتها البلديه وقسمتها على قطع اراضي، لكن فوجئنا بكتاب من هيئه الاثار انه هذه المنطقه فيها اثار، فتم ايقاف كل العمل بهاي القطعه. طبعا المواطن ما يصدق انه اكو اثار وكذا، كل ظن انه البلديه احنا في محق مع المواطن يا اما استثمار او في محق يعني الشبهات دائما يخلونا في موضوع الشبهات مع الاسف. يعني بالمناسبه انا مدير البلديه لحد الان ما مستلم قطعه قاع، اخاف تقول مسؤول على ولا بغير المكان، وانا يعني عد كلامي. المشكله شنو اللي بيها اثار هسه توقفنا؟ طبعا قبل فتره ونفس هذا الموضوع سبب لنا مشكله ويا موظفين البلديه. كل ظنهم ان البلديه مطيتها استثمار او وزعتها الى جهات اخرى ثانيه. فطلعوا وقفه احتجاجيه قبل فتره موظفين البلديه، طلعوا وقفه احتجاجيه. حاول بعض ضعاف النفوس من خارج البلديه انه يدخلون ياججون الوضع لمآرب اخرى. بعدين افتهموا الموضوع انه الاراضي ماكو. بطلتهم؟ لا بالعكس، لا حقوق يطالبوا بحقه موظف، شلون بطلع كلهم امه وياي. بالعكس رفعت اسمائهم اللي ما عنده معامله وما مقدم، رفعنا اسماء انه ذا على الملاك الدائم يستلم، واذا عندنا موظفين على العقود ال 315. بس اذا انتم تقول هسه القطعه بها اثار، بس احنا لازم نلاقي بديل. هسه حاليا عندنا قطع اللي هي تابعه للماليه. بدنا نحاول انه تستملكها اللي داخل حدود البلديه، نستملكها على قانون 80. حتى تستملكها يعني اثار وقفت داخل حدودي. ليش تعويضيه تعتبر؟ تعويضيه او لا، هي بداخل حدودي اكو قطع اراضي سكنيه من ضمن التصميم، بالتصميم مالتي سكني. فاحاول استملكها من الماليه. جيد. حتى افرسها واوزعها للفئات المشموله، الاولويه طبعا الموظفين البلديه باعتبارهم هم الاقرب، وثم الاقرب الشهداء لهم الحصه الاكبر مثل ما تعرف على قانون قرار 419 لسنه 2019. وزع يعني قسم التوزيع والتخصيصات الى فئات معينه. يعني كشهداء لازم لهم 35% من التخصيص. شهداء مضحين استحقوا. فتعرف احنا بهالحاله عندنا في برنامج نمشي عليه اللي هو برنامج المفاضله والاسبقيه، وتنحسب عدد نقاط لكل مواطن. ممتاز. وعلى ضوها يصير التوزيع، واحنا ماشيين بهذا. يعني سوينا جلد بكافه الاراضي اللي داخل حدود القضاء، العفو داخل حدود البلدية اللي نقدر نستملكها على قانون 80، حتى نقدر نوزع كل الموظفين، مو بس موظفين، كل العراقيين. استاذ مصطفى، آخر فترة أو آخر سنة سلمتوا بها قطع أراضي كبلدية؟ آخر فترة مسلمين كانت 2019. 19. نعم. يعني صار لهم خمس سنوات تقريبا. خمس سنوات. تعرف أراضي ماكو، احنا أغلب أراضينا راحت إلى مشروع الرفيل. أها.
يعني اغلب اراضينا اللي موجوده عندنا من ضمن المشروع الرفيل. زين مثلا بهذا المشروع السكن الاستثمار نرجع للاستثمار. من ضمن هاي الاستثمار اكو مثلا من ضمن بنود العقد والمستثمر كمحافظه يعني انتم بلديه عرفتوا عملكم يعني فقط قطعه الارض توفير بعض الاشياء اللي هي ساند العمل الاستثمار. يعني هم اكو قطع اراضي الشهداء مثلا مبلغ اقل اكو هناك تمايز بالنسبه بالمشروع بالمشاريع الاستثماريه ماكو هذا الشيء ماكو هذا الشيء المفروض يعني يصير في الدعم من خلال هيئه الاستثمار تفرض على المستثمر المفروض يعني قانون الاستثمار انا اقول من ضمن بنود العقد يمكن يعني. ان يدرس فتكون من بنود العقد انه مثلا اكو عندك بالاستثمار نسبه 10% اللي تستقطعها البلديه من اراضي المشروع تكون لموظفيها تباع بالمزايده العلنيه ما تقدر تدفيع تعطيها توزيع تباع بالمزايده العلنيه هي 10% او تستثمر 10% أي. صح تقدر تطلع من المشروع تطلع 80 قطعه 50 قطعه 60 قطعه هذا من ضمن الشروط انه 10% للبلديه المستفيده. جيد البنى التحتيه نرجع للبنى التحتيه وانا اعرف كنا اعتقد بالشهر الرابع رئيس الوزراء هو حجر الاساس المشروع استراتيجي مجاري ابو غريب. نعم. هذا المشروع سنتحدث عنه بشكل تفصيلي واكو بنى تحتيه اخرى طبعا تحتاج بلديه. هل ما زالت نفس البنى التحتيه السابقه جرى عليها تطوير او تاهيل؟ لا هسه حاليا احنا مشروع المجاري الاستراتيجي انطلق بابو غريب. تعرف ابو غريب كان ما بيها مجاري سابقا كانت معتمده على السبتتنجات والخارج اي الخارجيه وكل واحد خارج بيته وبنهايه الشهر او منتصف كل ابو غريب كل ابو غريب ما بيها مجاري من تاسست ابو غريب والحد الان انت تاسست طبعا انا عندي قائمه المدراء البلديه اول مدير بلديه 1932 اول بلديه يعني بلديه قديمه شنو سبب هذا البلديات العريقه يعني شنو سبب هذا تعرف انت الوضع اللي كان سابقا الاهتمام كان بالعاصمه بغداد صح الاطراف بس هاي 32 من 32 فعلا كذلك قضاء المدائن وال ممكن انه مثلا السبب بانه هي تكون بساتين كانت مناطق زراعيه فعلا شلون منطقه المدائن لان صارت منطقه سكنيه كانت كلها بساتين المحموديه كذلك كل اطراف بغداد هي كانت عباره الحزام الاخضر اذا ترجع العاصمه بغداد كانت بساتين هاي الجاذريه كغاده الجاذريه لحد الان بساتين زراعيه فتبقى البنى التحتيه يعني يريد يحسب البنى التحتيه وين راح يوزعها؟ صح يوزعها بالكثافات السكانيه الموجوده ما راح يوزعها وكل نسب عندكم اعتقد بالبلديه نعم نعم مو تمام؟ نعم صحيح على النسب السكانيه اللي موجوده فعلى ضوها المشاريع اللي تقام بهاي المناطق جيد فاحنا من قضاء ابو غريب يعني قلت لك ما بي مشاريع ما بي بنى تحتيه سابقا بي تبليط بعض الشوارع كان سابقا يعني لحد ال 21 كان عندنا بعض الشوارع تم تبليطها عن طريق محافظة بغداد والبلدية عن طريق تنمية الأقاليم بالإضافة إلى صندوق عمارة المناطق المتضررة بلطنا جزء كبير من المناطق اللي كانت هي عبارة عن شوارع ترابية بس ما قدرنا نبلط باقي المناطق لأنه بسبب مشروع المجاري تم إيقاف كافة المشاريع بقضاء أبو غريب أي سنة؟ 2022 زين إنه مشروع المجاري ينطلق المفروض ب 23 لكن تأخرت التصاميم وما ممكن أنا أشتغل وبعدين أفلش هذا هدر بالمال العام هدر بالمال العام أحسنت فإجانا كتاب من وزارة التخطيط في حينها إنه نوقف كل مشاريع الإكساء والتبليط إلى أن يكمل مشروع المجاري هسه احنا بشهر رابع بدا نعم هسه احنا بشهر ثامن نعم مو طبينا سنة طبينا الثامن يوم شغل بالشهر اليوم ثلاثة ثمان شنو نسب الانجاز بلشتوا يعني طبعا مشروع المجاري بدا هو بابا غريب نسب الانجاز اللي موجوده هسه حاليا هو بالمحطات الرفع بداوا بمحطات الرفع بالاضافه الى الشبكات الخطوط الداخليه للمنطقه بداوا بالخط الرئيسي هسه حاليا يعني نسب انجاز ما واصل 20% انت تعرف انت مشروع عملاق ومده العمل مالته 1250 يوم يعني ما يقارب الاربع سنوات يعني مو مو مشروع حين مشروع اربع سنوات مده العمل اربع سنوات مده العمل مالته 1250 يوم تقريبا تقريبا اربع سنوات زين هذا اكو خبصات سكنيه نعم زين ممكن هذا الموب لازم يفوت تحت منازل شلون راح تعالجونه؟ لا مو اكو تصاميم موجوده للمنطقه وتشوارع اكو تجاوزات وكذا وما اكو تجاوزات اكو تجاوزات احنا مشكله التجاوزات عندنا مشكله عويصه هسه راح نتحدث فيها لكن نتحدث بالمشروع المجاري عندنا التصاميم القطاعيه والتصاميم مالتنا مالت المنطقه الشوارع موجوده اعراض الشوارع موجوده
رئيسياته الفرعيه موجوده عندنا كل فرع حلقه. فعلى ضوء تم اعداد التصاميم بال 2012 ممتاز. تصاميم المنطقه شركه عراقيه شركه جنيه الشركه اللي تنفذ هسه ثلاث شركات ثلاثتهم عراقيين وشركات يعني من خيره الشركات اللي نفذت مجالي بالعراق جيد شركه الاحتفاد وارض الرافدين وشركه ثالثه ما يحضرني اسمها من أكفأ الشركات اللي اشتغلت وياها اللي نفذت مشروع مجاري المدائن المحمودية والمدائن والكوت هسه دا يشتغلون بالكوت بالإضافة إلى مشروع مجاري مياه الأمطار لقضاء الحسينية اللي هو مشغل القضاء كله كان قبل يصير مشروع مجاري المياه الثقيلة فالشركة من أحسن الشركات الرزينة موجودة عندنا حاليا الشغل بدا بالمحطات الرئيسيه والمحطات بدا الحفر بها طبعا عندهم ثلاث شفتات يشتغلون صباحي وظهر وبالليل متابعه منين؟ متابعه من دائره مجاري بغداد اها نعم اللي تابعه البلديات بغداد تابعه لمحافظه بغداد محافظه بغداد نعم متابعه حثيثه دائره المهندس المقيم متواجد وياهم دائما موجود وبالاضافه الى متابعتنا احنا كبلديه وكدائره مجاري ابو غريب بالاضافه للوحده الاداريه القائم مقام لانه احنا ارتباطنا كلش وثيق بهم من ناحيه تهيئه الاماكن واماكن المحطات صحيح بالاضافه للشوارع ما يقدر يحفر اذا مو ابو البلديه يسلم الشوارع واقعها يعني مو يسلم واقعها يسلم الشوارع اللي موجوده لازم محاضر استلام وتسليم اصوليه تصير هذا كله يصب بمصلحه العمل حتى باكر عقب المواطن ما يتذمر بالضبط ما يقول هذا الشارع مالتي كان مبلط ليش هذا ابو المجاري حفره وراح صح فدا نسلم بمحاضر استلام وتسليم بعد انجاز كل عمل كل قبل انجاز العمل نسلم الشوارع الرئيسيه والاستلام والاستلام بعد ما ينجز العمل فاحنا بنفس الوقت سوينا احنا يعني بتوجيهات السيد المحافظ وتوجيهات القائم مقام والسيد رئيس الوزراء انه سوينا اعداد كشوفات كامله للطرق اللي راح يشتغلون بها مجاري كشوفات للبنى التحتيه اللي موجوده من ماء وكهرباء واتصالات وتبليط يعني متكامله وتأهيل الشوارع يعني بنى تحتيه متكامله بنى تحتيه كامله بعد ما يخلص مشروع المجاري هذه كلها تحال فاي منطقه تكمل بها الشغل راح يبدا بها شغل اكمال البنى التحتيه الاخرى الموجوده وين يبدا وين ينتهي المشروع؟ المشروع هو كافه قضاء ابو غريب يعني من كليه الزراعه الى جسر ابو منيصير حلقي حلقي بالاضافه الى منطقه الديوان اللي هي عبر الخط السريع ومنطقه خرنابات الشماليه اللي هي بعد الخط السريع. فرازاتها وين راح تكون؟ راح يكون المحطات نقل تنقل الى محطه رئيسيه محطه المعالجه الرئيسيه اللي صايره داخل قضاء ابو غريب يعني خارج حدود القضاء في منطقه عرب شلوم. راح تكون هي منجزه جنوب المنطقه لا يشتغلون بها حاليا نعم يشتغلون بها. جيد ممتاز يعني عمل هذا عمل كبير يعني نقول اربع سنوات يعني عمل عملاق عمل مشروع مجاري عملاق واستراتيجي مدينه من لا شيء احولها طبعا انا احب اشكر دوله رئيس الوزراء طبعا التفاتتهم الى ابو غريب التفاته كلش جميله ابو غريب كانت ماكو مشاريع كنت تقول لي من بتاسيسها يعني بهالسنتين اللي اجانا مشروع يعني عاد المشاريع على طراف بغداد كلها اللي هو مشروع المجاري قيمه ماليه وعندنا مشروع ايش قد مكلفه؟ يعني تقريبا 370 مليار عراقي بالاضافه الى مشروع تطوير المدخل ابو غريب القديم هذا الوحده ب 260 مليار والطرق مالته هو الطرق مالته الطرق بعد بدون الطرق بدون الطرق نحكي بس مشروع مجاري حفر ومد انابيب وارجاع الطرق كما كانت كما كانت على وضعها بالاضافه الى تطوير مدخل ابو غريب القديم مال بغداد فلوجه زين هذا الشارع تم المباشره به وكانت يعني تقريبا صار به توقف سنه تدمرت هو نفس البوابات مو البوابه مداخل مداخل الاغذيه يعني شلون مدخل التاجي مدخل المحموديه مدخل الكوت زين بوابه ابو غريب اللي هو مدخل ابو غريب طريق بغداد فلوجه تاهيل هذا الطريق كان طريق سايدين بالتصميم الاساسي عندنا عرض الطريق 100 متر بالتصميم الاساسي فراح يصير شارع نموذجي شارع عباره عن سايدين بالاضافه الى جزرات وسطيه اللي هي حدائق بالاضافه الى شوارع خدميه بالاضافه الى جسور عبور مشات راح يصير عندنا 23 جسر عبور مشات بسلالم كهربائيه بالاضافه الى جسور عبور اوفرلاند هذا على الورق هذا على الورق وراح يتنفذ بالواقع ان شاء الله يبتدي يتنفذ وبدنا نشتغل به هسه حاليا بدنا نشتغل بدينا بالتعارضات اللي موجوده يعني تعرف يعني مرصودة للأموال مرصودة للأموال وكاملة
يعني مو منتظر موازنة أو جدول موازنة؟ لا كامل. يعني فلوسكم موجودة؟ تأخرنا سنة لأنه كانت أكو عدة تعارضات بالطريق. التعارضات القديمة مثل ما تعرف قبل ماكو فد شيء اسمه مخطط أو بلان. صحيح صحيح. كان الشغل سابقا فلقينا أنابيب المي ولقينا الكهرباء القابلوات مالت الكهرباء ممدودة من ضمن الخط القديم. فالشركة من ضمن واجباتها أنه تنقل هذه الخطوط مالت الماء وخطوط الكهرباء إلى محرم الطريق اللي هو 20 متر اللي هو هذا للخدمات. ممتاز. فبدينا هسه رفع التجاوزات اللي موجودة بدءاً من كلية الزراعة. أها. ومثل ما قلت لك نعاني موضوع رفع التجاوزات. هسه تحدث فيها. هسا عندنا كلية الزراعة عندنا سياج كلية الزراعة. المفروض يرجع السياج. ونفس السياج القديم. السياج القديم سياج ايه؟ حديد لازم يرجع 5 مترات لورا. عشان. لأنه الشوارع القديمة قلت لك إنه التصاميم القديمة مو ماخذ بالنظر الاعتبار إنه الشارع راح يطور أو راح يصير عرضة 100 متر وانفجار سكاني. صح. فهذا اللي نعاني من عنده. أكو دوائر متعاونة يعني رفع التجاوزات هم قاموا برفع التجاوزات. يعني. إحنا تحدثنا عن البوابة قلت عندنا مشروعين استراتيجية والبوابة. كان أشكر سيد رئيس الوزراء على هاي المشروعين اللي عادل مشاريع الأقضية كلها هذا بس هذه المشروعين قيمتهم يعني إيش قدر يطبع عدل أبو غريب طبعاً. ممتاز. زين أنتم راح تبلطون وراح تسوون شوارع خاصة أبو غريب. نعم. الشاحنات الكبيرة اللي تحمل أكثر من وزنها. راح يعني اقدم لك الشوارع مثل ما شفنا التاجي بلطوا كملوا الاخوان الجهود المباركه لكن بعد فتره شفنا هاي التخسفات الموجوده وسوت حوادث اصلا. نعم. هاي الشوارع شلون راح تعالجون هذا الموضوع؟ احنا مقترحاتنا انه يصير موازين على الطرق الرئيسيه ويكون دخول الشاحنات الكبيره عن طريق الخط السريع الدولي. أيه. هذا الخط اللي الجديد اللي راح يصير يعني المفروض بعد ما يكمل ما تدخل عليه شاحنات كبيره. الشاحنات كبيره خارج بغداد. أه. على الرنج اللي موجود الحوليات اللي موجوده هذا كسياق عمل كل دول العالم. صحيح. ان شاء الله ننفذ هذا المشروع عندنا الموازين ان شاء الله من ضمن مقترحاتنا. جيد. تحدثنا عن قضيه التجاوزات استاذ مصطفى. يعني انت مثل ما تعرف انت تقول العوارض اللي هاي عارضها طبيعيه يعني. نعم. تحت الارض. نعم. لكن فوق الارض فوق تجاوزات. فوق الارض تجاوزات. شلون راح تحلونها؟ مثل هذا مشروع استراتيجي كبير راح تصير عندكم هاي التجاوزات ان كان من المواطن وان. نعم. كان من الدوائر الدوله. صح. صح. هل هناك تواصل مع او تعاون مع باقي الوزارات باقي الدوائر الخدميه مع محافظه بغداد بعض الشيء؟ نعم طبعا الشخص المعني لرفع التجاوزات هو بلديه ابو غريب. اها. طبعا الفعال والرئيسي هو بلديه ابو غريب. عندي تجاوزات مو بس المواطن، عندي تجاوزات يعني أنا مركز شرطه مبني بالشارع. فعلا يعني هاي مشكله، هاي مشكله. فالحمد لله نقلنا مركز الشرطه الى ان يبنوا بنايه جديده، نقلناهم كاروانات جديده، طلعناهم من حوض الشارع. كانوا رافضين؟ يعني على العموم يعني كم جوابك؟ يعني خلينا نقول فالتجاوزات هوايه مو قليله. اكو تعاون من باقي الدوائر يعني. يعني هسه سوينا فريق مشترك جي. انه انذارات للناس العامي ده نطيع على قولتي اللي يقول بس من اهل البيت ما اعطيه انذار. المفروض هو يعرف انه هو جاي من داخل العمامات بس بتطلع عطول. احنا نعطيه مجال. أي. احنا بالقانون انه اعطي الانذار خلال اسبوع يشيل التجاوز اذا كان تجاوز غير السكن. السكن تحت السقف. تحت السقف اذا تحت السقف هذا بعد تحت السقف. بعد تحت السقف هذا المشكله. يعني اكو سكن عندي عشوائي هواي. نرجع بعد ايه نرجع بعد. نرجع بعد على الموضوع. فبدينا الحمد لله كانت البلديه سابقا عندنا بالنسبه هذا الشارع بالنسبه للتجاوزات البلديه كانت تعرف ايرادات البلديه تمويل ذاتي. صحيح. فايراداتها من ايجارات المناطق اللي تابعه لها قطع اراضيها اللي موجوده. فكانت البلديه سابقا ب 2018 مأجرة من محرمات الطريق مال ابو غريب مأجرة سوقين وقراج. فالحمد لله فخلص العقد مالتهم شلنا الاسواق اثنيناتهم فما عانينا من عندهم، عانينا من الباعة المتجولين. كان يرجع يفتح ما يقبل باب رزقه وماكو سوق بديل الا لقينا اختارينا لهم سوق بديل. لكن المواطن هنا باقي مشلب بهذا المكان يا يعني سوق بديل. زين مو البديل متى راح تطلب لنا اموال؟ البديل قلنا لهم هسه حاليا روحوا حولوا بالبديل هذا اللي موجود. روحوا حولوا بدون جبايه. زين. الى ان نوفر لكم هذا السوق نسوي سوق نموذجي. في حالة يعلن للمزايدة العلنية ويتأجر بذاك الوقت يا أما تدفع نأجر يا أما احنا كان اقتراحنا يا أما نأجر كمساطحة لأحد يعني أي واحد يقدم عليه بالمزايدة العلنية. زين. ويكون سوق نموذجي يبنى حسب مخططات ومواصفات يعني فنية جيدة
يليق بالشارع اللي راح يتبلط اللي راح يتطور. هذا هو طبيعي اللي كنت انت بالشارع بالسوق تبيع هذا مكان نظامي كذا، وانت بالتالي هذا مو ارضك، هي مو ارضك، مو ارضك، ارض حكوميه، بالتالي تطلب مبالغ جبايه عليها. او اقتراح الثاني انه لا، البلديه تسوي اكشاك، تسوي اكشاك وتاجر كل كشك بكشك مزايده علنيه عليه. طبعا كفوائد البلديه اكثر بهالحاله بالتاكيد، بس مرات نقول احنا المواطن يقول لا انا ما ادري البلديه، خلوني ويا واحد اللي يوفر له خدمات، اللي يوفر له حمامات، اللي يوفر له جراج. فاحنا من هذا الباب بدنا نشتغل على هذا الموضوع انه يكون سوق نموذجي جيد. اكو مثلا منازل مثلا تجاوزت على الخط الرئيسي هسه مثلا، شلون تعالجوها؟ نعم. عندنا هسه حاليا مثلا دائره البحوث الزراعيه اللي هي مجاور لكليه الزراعه، هذه سياجها متجاوز، بالاضافه الى ابنيه مال دور سكنيه موجوده بداخل البنايه، مبنيه قديمه، مبنيه بانيتها كليه الزراعه وبانيتها الابحاث قديمه كلش بالسبعينات. زين. هذه صايره يعني بس مسكونه، اربع متر مسكونه بها موظفينهم، اربع مترات تقريبا جايه بحوض الشارع. فهذول المفروض يعني بعد نكملنا المسح دزينا لهم الدارات، المفروض دول يرجعون يطلعون من خارج محرم طريق ال 50 متر. اي المفروض دول يطلعون. هذول خليناهم اخر شيء هسه حاليا، يعني بهاي الحاله يمكن تقريبا 5 امتار، تقريبا 3.5 3.5 اشيل من عندهم من المحرم. اي يا اما يرجعون بنفس القطعه الفارغه يحاولون لي وراء يبنون حسب، هي كلها مخصصه لهم. أيه. او يشوفوا لهم مكان ثاني نعوضهم. هذا اجبار، هذا اجبار لانهم صاير في حوض الشارع من ضمن محرمات الطريق. زين. هذا الموضوع يعني تعرف انت مشروع استراتيجي ما تقدر توقف على مود بيت او بيتين. تمام. يصير اتفاق بين كبلديه وبين الدوائر اللي هي المعنيه ينشال. هي واحده من المعوقات. واحده من المعوقات هاي. شو المعوقات الاخرى؟ المعوقات الاخرى عندي سياج محكمه ابو غريب متجاوز 5 مترات. لا شو، لكن الحمد لله سيد القاضي رجل متفهم وبارك الله بيه، وقف هو بنفسه قال شيلوا التجاوز اللي موجود، بس انتم لازم ترجعوا لنا سياج، تعرف لان المحكمه وهذه لازم نرجع السياج. فالحمد لله اكو تعاون من كل الدوائر. يعني اللي ما يتعاون معكم كقانون بلديه شنو الاجراء؟ كقانون بلديه عندنا قوانين، عندنا متجاوز وعندنا مخالف. لا متجاوز، المتجاوز ينذر اول مره. زين. لمده 7 ايام، والانذار الثاني 7 ايام، انذار نهائي. الانذار الثالث 21 يوم لازم نشيل التجاوز. في حاله عدم رفع التجاوز وصارت عندنا كلش هوايه، تعرضنا الى الضرب، تعرضنا الى يعني عندي مسؤول تجاوزات في قبل 4 اشهر 5، هذا اللي ضربوه، هذا اللي انفشخ وضربوه اللي صارت توسع الاعلام. وهو طبعا متجاوز على بيت بارض الدوله، دا يبني اساس جديد ومخلينا، اضطر الى انه يطلع عليه النسوان امهات البيت في الخطين. اي والله مع الاسف يعني ثقافه ماكو، الناس ما عندها وعي. وين وصلت القضيه؟ القضيه وصلت انه تنازل، صار تنازل عنهم، بس هو الولد ذاك شال ما كمل التجاوز مالته. يعني الله يساعده من الموظف. احنا البلديه من اضعف الحلقات هسه، رغم انه القانون وياها قوي، لكن نعاني كلش، نعاني من الضغوطات اللي موجوده علينا خصوصا بالتجاوزات. يعني انت اليوم تفلش لك بيت، مو بس القانون يصير ضدك، العشائر، بالاضافه الى تدخلات من بعض الجهات السياسيه وغيرها وغيرها. فنعاني معاناه كلش شديده بهذا الموضوع. حل تتوقع شنو الحل سام مصطفى؟ الحل ينفذ القانون، بس ينفذ فقط. القانون يرجع مثل قبل، القانون صارم. انا اتذكر كنت صغير، طبعا من باب الملاطفه للاخوان المشاهدين، كنت صغير فنطلع على الشارع للسوق، فمن اطلع للشارع قالوا اجى فلان محمد صونده، محمد صونده على دراجه هوائيه شرطي. أيه. محمد صونده بيده كيبل صونده خال بيها مال خيزران. أيه. هذا شرطي مال بلديه. أيه. ما يبقى واحد يفتح برا ولا واحد متجاوز، ما يبقى، ماكو حتى بيته ما يبات هذا اليوم، لانه طلع محمد شافه. فالقانون قانون، احنا قانون ما عندنا. سوي لقى محمد صونده. والله يرادنا الف محمد صونده. يلا يحمينا. يلا يحمينا والله يا استاذ. الحمد لله. الحمد لله. الموازنة اللي رصدوها لكم في المحافظة. نعم. كقضاء نعم. تكفي لإنجاز عملكم؟ احنا يعني كمشاريع ترصد مباشر تكفي أها. لكن احنا مثل ما قلت لك مشاريعنا متوقفة هسه حاليا، فقط بدنا نشتغل متنزهات هسه حاليا.
الخدمات اليومية. الخدمات اليومية اللي عندنا، عندنا حملات تنظيف تصير اللي هي بآليات البلدية بالإضافة إلى تشغيل آليات. لم تكفي؟ آليات لم تكفي كقضاء، خاصة في أبو غريب، كقضاء مثل أبو غريب وكتوسعة به عمرانية وتوسعة عدد السكان يراد لي ضعف هذه أربع مرات ضعف الآليات اللي موجودة عندنا. جي يعني أنا بشوف يعني أنت كمهندس يعني متقيم أعمال الشركات مع الشركات الأجنبية أن يكون فعلاً شركة أجنبية تحضر. أحسنت. أو شركة ثانوية، هاي كارثة احنا تعلمنا بالعراق وللأسف كل الشركات حتى من أعلى الهرم دي يجيبونها اسمها عالمية ولكن هي في الباطن وفي الواقع مع الأسف تعمل ثانوية. صح. فأنت مع هذا أم مع هذا؟ والله إذا شركة عراقية طبعاً أنا تتحكي سامي سمقات عنك بخير، أنا ما أطعن بالشركة العراقية لكن ولا هي ولا شركة أجنبية أهم من العقل العراقي. لا فعلاً. لكن أنا من أجي أشوف الشركة الهولندية الشركة الإسبانية وأشوف العمالة والمهندسين هم كلهم عراقيين. صح. إذن وين التخطيط؟ هل هي استشارية؟ هل هي ميدانية تشتغل في أرض الميدان وتعرف هاي بيها رصانة وتعرف بيها أمر افتراضي يقدم لك يا الشركة؟ اما العراقيين ياما وياما شفنا شركات عراقيه بالبلاك ليست. صح. صح ولا لا؟ صح صح. وعافت نص الشغل وطلعت. صح. وهذا مشروع قناه الجيش يشد في بغداد. صح يشد فعلا. فيعني شنو تميز بهذه المعادله؟ يعني انا قلت لك اذا عراقيه وعليها متابعه وشركه رصينه وعندها اعمال مماثله لا باس. احسنت. يعني راح يشغل كل الايادي العامله كلها عندها من العراق. وانا هاي دائما نحكيها، ها ليش ما شغلتوا الايادي العراقيه؟ يعني اذا اريد اشغل لي فد 200 عامل مو اكثر. كطريقه هسه 200 عامل، 200 عامل يعني افتح 200 بيت ثاني، 200 عائله عراقيه راح تاكل. صحيح. بينما الشركه الاجنبيه اللي يجي اولا هو ما راح يجيني نفس الكوادر مالته اللي موجودين، يمكن بدنا نشوف هسه بس الكوادر الصينيه قاعده تشتغل مثل ما نشوف. صحيح. العمال كلهم يعني ماكو تيم يجي كامل، ماكو تيم يجي ثابت كامل. هذا مشكله، هذا انت ويا من تتعامل، دوائر مهندس مقيم ويا من راح يكون ارتباطها، ارتباطها ويا اللي قاعد بخارج العراق لو هي الشركة اللي موجودة هنا، واحتمال مرات حتى ما يطلع بالموقع، مو مثل العراقي حريص على الشغل. فاحنا نقول مو احنا مو ضد الشركات الأجنبية، بالعكس محتاج، بغداد محتاجة تطوير، بغداد محتاجة ثورة بالعمران. بغداد اللي نشوفه هسه شارع الرشيد أو مجاور أمانة بغداد، هسه نعطيه مجاور أمانة بغداد يقول حرامات هذه أمانة بغداد بصفها هاي المنطقة. أي. منطقة مناطقنا هاي التراثية عبارة عن نفايات متكدسة، أي. عبارة عن عشوائيات. صح. ماكو تخطيط، فنحن نحتاج إلى تخطيط، نحتاج إلى شركات عملاقة، نحتاج إلى ناس تشتغل لنا تنظر للمستقبل للعشر سنة للخمسة وعشرين سنة القادمة في ضوء هذا الانفجار الهائل من السكان اللي دي سعودية. يعني رأيك بهاي الناس المجسرات والكذا هل هي فعلاً يعني وانت موظف دولة ما تقدر تطلب الشركات العربية؟ لا لا بالعكس. او بالعمل الدولة هل هي فعلا فكة اختناق؟ هل هي تجربة؟ يعني خوب الناس كيف اكو شيء جديد بصراحة. صح. يعني صارنا فترة طويلة عنا ما تعلمت على هذا الكرين او صح صارنا هو ما شايفين شغل. صح. فنحتاج الى نشوف شركات تشتغل ما كذا تشتغل ليل ونهار تشتغل. صح. مثل ما شفنا بالنسور الساعة بالأربعة الفجر أنا طلعت لقيت أكو عمال يشتغل. صح. هذا في شيء ينطيك بارقة أمل بصراحة. لكن هل هذه المشاريع هي فعلا فك اختناق حقيقي؟ متى من بغداد طبعا احنا ولد بغداد هاي المشاريع لازم تتبعها مشاريع ثانية كفك فك اختناق. هاي الحزمة يعني الثانية بدت، الحزمة الثانية بدت. أنا كمواطن مو كأحسن ما أمثل كدولة وكموظف دائرة وهذا كمواطن اكو بعض المناطق سوت لي فك اختناق. يعني مجسر قرطبه صح قمنا نجي قبل صار الزحام هسه وين صار الزحام؟ يوم وزاره النفط اي باتجاه القناه هاي المنطقه اللي بيها الزحام. صحيح. يعني اكو 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 بادره امل. يعني احنا ما نقدر نقول لا المشاريع والمشاريع والجسور، بس بنفس الوقت لازم انا نضد العمل انه هذه الجسور اللي قاعد اسويها حتى فك بها الاختناقات لازم مقابل لها او موازي لها يعني افرض فت قانون بالمرور اللي هو يا اما اسق السياره يا اما امنع مرور السيارات حتى اوازن بين العمل. انا شنو الفائده؟
صح الاستيراد مقصد وما يشغلونها وزارة النقل الجماعي او البحري. هذا جيد، هذا مساند المفروض. هذا شلون كنا قبل احنا كنا نروح طبعا للكليه، خلينا نقول بصراحه، خلينا شيء كنت اروح جامعه بغداد، انا طالب بجامعه بغداد، اطلع تجي مصلحه واحده هاي التاتا بالسبعه وعشره، بالسبعه و12 دقيقه ماكو، اضطر اروح الباب الشرجي، باب الشرجي الكراده على البر، الكراده على البر، انزل وراح مشي. يعني النقل الجماعي كان مفيد، ما كان عندنا شيء. صحيح. فنتمنى انه يرجع النقل الجماعي، يرجع فد قانون انه الموظفين ما يخالف خليه يجيب سيارته. صحيح. بس مو دائما يجيب سيارته، يا اما حدد له وقت، واخلي دوائر الدوله خطوط خاصه. لا هي كل وزاره عندها خطوط. عندها خطوطها، اعتمد بس على الخط، ما اخلي سيارته. ما اخلي، لا لا، الموظف ما يداوم سيارته. لانه بصراحه بغداد اختنقت. صحيح. بغداد اختنقت، والاختناق اللي صار ببغداد ما يقدر ينفك بعد، يعني اتوقع ماكو، يعني توسعتنا هسه احنا شو نسوي؟ بدنا نوسع الجزر الوسطيه حتى نكبر الشارع، ما اقلل عدد السيارات، قاعد اوسع، اشيل الاشجار، اشيل النخل، وهذا في شيء يعني تصحر، راح يصير عندنا تصحر كثافه سكانيه. 9 مليون تقريبا، اكثر 9 مليون اهل بغداد. اهل بغداد اقول لك فشيء، انت قيس اهل المحافظات اللي يجون لبغداد، اللي يجون يوميا، يرجع يوميا مراجعات، يعني بغداد، يعني بغداد مراجعيها يجون اكثر من 13 مليون. الله اكبر. يعني نقول يجي هو وسيارته على سبيل المثال من الحله او من البصره او من العماره، اللي يخلص شغلته هو يافد اثنين على الواحد، عندك شورجة وجميله، يعني اعداد السكان، مراكز تجاريه مهمه فعلا. فاحنا هسه نطمح انه صحيح انه ينقل المراكز التجاريه تنقل، يعني اكو رفض كبير طبعا، اكو رفض كبير، بس اذا ترجع والله هو يعني، لكن الامين حسب ما سمعت تصريح له لابد ان يكون هذا احسن النقل. حتى وصف الدوره، ايضا وصف الدوره، وحتى الشورجة اذا صارت وصار الجسر مال فك الاختناق اللي يجي من جسر ديالة ويعبر قبل، هذا الحلقي، الحلقي يوصل قبل، يغاد بعد المواطن ما يحتاج 10 دقائق. وكل جسر اصلا اكون ابتداء من مطار بغداد باتجاه حلوة الرشيد، باتجاه حلوة الرشيد، هاي كلها تفك اختناق. فلازم يعني نفكر بالخطط اللي يعني نحتاج نعطيهم مفكه شوي الحكومه. لازم الحكومه بعض استاذ، خلينا نحكي للواقع والحقيقه. احنا ما شفنا شغل هاي ال 20 سنه اللي فاتت، لقينا بس تناحر، لقينا بس مصالح، بس ناس تمشي. لكن هسه احكي بصراحه، لا براحتك، باقل من دقيقه، اقل من دقيقه، احنا هسه يلا شفنا الشغل الصحيح، خلينا نقول حكومه السوداني او حكومه اي حكومه مجامل، حكومه عراقيه مو مجامله، حكومه عراقيه. هسه شفنا اكو شغل، هسه شفنا واحد يحاسب السوداني يروح، السوداني يروح بس يجي غيره، راح يجي اساس موجود. السوداني جزء مداي رجل 4 سنوات انتخابات، يروح اذا ما مددوا له، مو صحيح. لكن اللي جاي اللي بعده، احنا واحد يكمل الثاني، المفروض راح يجي فد اساس موجود. فيا ريت كنا نتعاون انه ننجح هاي المشاريع اللي موجوده، مو مجامله بالسوداني ولا مجامله بمحافظه بغداد او مجامله بغيرها، لا احنا كعراقيين ملينا ونريد نرتاح. ان شاء الله ترتاحون، ان شاء الله نرتاح بجهودكم وخدمتكم اللي تقدموها ان شاء الله لاهالي ابو غريب. ان شاء الله الاستاذ المهندس مصطفى حسين الشمر، مدير بلدية قضاء ابو غريب، شكرا جزيلا لك من القلب، وشكرا لتعاونك، وشكرا لهذا الصراحة. شكرا جزيلا. اذا مشاهدين الكرام، في ختام الحلقة تقبلوا تحيات كادر البرنامج، وانا معدوم مقدم البرنامج حازم الحربي، التقيكم باذن الله تعالى يوم السبت القادم في تمام الساعة 9 مساء ان بقينا. في امان الله وحفظه.